هي متعه الحياه ان الدنيا تمشي على حالها. الكوره انا مش شايف اي حياه. انت عندك 40 سنه وعلى المعاش، اتخرجت من الجامعه عند 24 سنه، مفيش ست، مفيش حب، مفيش عيال، مفيش عربيه، مفيش داعي. يلا يا عم ان انا اتجوز واحده ترعى ربنا فيا. متجوز بقالي سنه ونص وعايش حياه عذاب. يحس ان هو ليه مكانه وليه وضع. كان الشوناليتي اللي جاي يا سواد، الهام اللي جاي يا سواد، ان احنا نتوفر قدام منا حياه كريمه، ان الواحد يلجأ لربنا في السجود والعمل الصالح وتربيه الاولاد. احلى حاجه طبعا في الدنيا هي التقرب لله سبحانه وتعالى. انا اشوف اللي حواليا كويسين، الناس اللي انا بحبهم كويسين، العب مع اصحابي كوره، الواحد يشوف عياله كويسين متعلمين واتمشى مع بعض. عنين هات لنا نجوم اف ام، عايزين نفرح وحشتنا الفرحه. لك يا ريس هتتقلب بينا وتخلص بقى. لو معايا فلوس واكون نفسي وكده خلاص انا موتت الحياه بالنسبه لي. طالع الانترنت يعني اقعد افتح، اقعد العب، اتصل باصحابي، ان انا اعيش داخل بلدي في امان وفي حياه كويسه وطيبه.